قام صاحب السمو الملكي الأمير أندرو ألبرت كريستيان دوق يورك بالمملكة المتحدة الرئيس الفخري لجامعة هدرسفيلد اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية، حيث كان في استقبال سموها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة في مملكة البحرين. وقد رحب معالي الوزير بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والممتدة لأكثر من 200 عام، مشيرا معالي إلى أن مملكة البحرين بلد الأمن والسلام والمحبة والتسامح، وتفتح أبوابها للجميع في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير أندرو الرئيس الفخري لجامعة هدرسفيلد، مشيدا بما تتمتع به الجامعة من تاريخ عريق وسمعة دولية مرموقة، وتعاونها مع الأكاديمية الملكية للشرطة في تنفيذ برنامج الماجستير في العلوم الأمنية، والذي تم إعداده خصيصا ليتناسب مع احتياجات طلبة الأكاديمية ووفق الأساليب والمناهج العلمية المتطورة. وقد ألقى صاحب السمو الملكي دوق يورك الرئيس الفخري لجامعة هدرسفيلد بالمملكة المتحدة ومعالي وزير الداخلية بطلبة برنامج الماجستير في العلوم الأمنية، والذي يتم تنفيذه في إطار الانفتاح على التجارب الشرطية العالمية الناجحة، وبما يسهم في رفع مستوى المهارات القيادية عند ضباط وزارة الداخلية وحل المشكلات الأمنية بطريقة علمية، حيث يشارك في البرنامج 26 ضابطا. هذا والقى العميد الركن الشيخ حمد بن محمد الخليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العملية والتدريب كلمة أكد فيها على تطوير التدريب الأكاديمي للوصول إلى أعلى معايير الجودة وبناء علاقة قوية مع منظمات تنمية الموارد البشرية الإقليمية والدولية، منوها إلى أن جامعة هدرسفيلد كانت داعمة للغاية من خلال إعداد هذا البرنامج بما يتفق واحتياجاتنا في البحرين، وهو ما يجعل البرنامج فريدا من نوعه. تشرفت وزارة الداخلية اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك لوزارة الداخلية للالتقاء بطلبة الدفعة الأولى من ماجستير برنامج في العلوم الأمنية، والذي يعقد بالتعاون مع جامعة هدرسفيلد البريطانية. البرنامج تم الاستعداد والتجهيز له تقريبا قبل ما يقارب من عامين. تم تصميم البرنامج على الاحتياجات الفعلية لضباط وزارة الداخلية في مملكة البحرين. البرنامج في مجمله مدته سنة دراسية كاملة، بالإضافة إلى كتابة بحث أو طروحة متخصصة في موضوع أمني معين. طبعاً اتاحت الفرصة لنا من خلال وزارة الداخلية تأكد لنا أهمية رفع مستوانا الأكاديمي، وهذه الفرصة أيضا تمثل لنا أن احنا من بعد الماجستير إن شاء الله نفكر في الدكتوراه، وأيضا رفع المواد العلمية في البحرين بحوث واستنتاجات بتكون إن شاء الله من خلال دراساتنا حاليا. هاي البرنامج تم بتعاقد بين وزارة الداخلية وجامعة هدرسفيلد في بريطانيا، ويتشكل من 8 موديولز. هي مواد مختلفة، منها الأورجنايزد كرايم وفورنسيك ساينس، ويعلمونا أشياء يعني كثيرة وتفيدنا في مجالنا كرجال ونساء أمن. طبعا زيارة صاحب السمو الملكي اليوم كانت شرف كبير لنا بمعية وزير الداخلية. هذا الكورس يعتبر نوعي وخاص، يعني خصيصا لضباط وزارة الداخلية، يحتوي على عدة مواد من ضمنها مسرح الجريمة بالإضافة إلى الجرائم الإرهابية وعدة مواد أخرى.